السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في قناة سيليا كروشيه. النهاردة هعمل معاكم وردة طبقتين لتزيين الشغل. الوردة حلوة جدا وسهلة، ما فيهاش أي حاجة. أنا هعمل عدد من السلاسل، هعمل 6 سلاسل، طبعا انا قلت لكم في الفيديو اللي فات ان يفضل الخيط يكون رفيع علشان الوردة ما تبقاش ضخمة وما يبقاش شكلها وحش وتكون حجمها مناسب للشغل. عملت 6 سلاسل وقفلتهم بمنزلقة. تمام، دلوقتي هطلع ارتفاع سلسلتين وهشتغل في الدايرة الفاضية دي، هشتغل 18 عمود بلفة. عمود 2 3 4، هكمل 18 عمود وارجع تاني. انا هنا عملت 18 عمود بلفة في قلب الدايرة اللي انا عملتها، اللي هي 6 سلاسل اللي قفلتهم بمنزلقة. هاجي اسيب الارتفاع الـ2 سلسلة دول، تمام، وهدخل في راس اول عمود كده في حرف الفي ده وهقفل بمنزلقة. تمام، دلوقتي هطلع ارتفاع سلسلة واحدة وفي نفس المكان اللي انا قفلت فيه المنزلقة هعمل غرزة حشو. هسحب واطلع من الاتنين مرة واحدة وهعمل 3 سلاسل وعد غرزتين من تحت، اسيب غرزتين وادخل في تالت غرزة اعمل حشو. كده كونت عندي فراغ، هشتغل 3 سلاسل واسيب غرزتين من تحت وادخل في التالتة اعمل حشو. تاني 3 سلاسل واسيب 2 من تحت وادخل في التالتة اعمل حشو. هكمل معاكم كده لاخر السطر، نسيب 2 وندخل في التالتة نعمل حشو ونعمل 3 سلاسل ونسيب 2 وندخل نعمل حشو. هنا خلاص عندي اخر فراغ، هعمل 3 سلاسل واسيب 2 ادخل في الاخيرة واعمل حشو وهقفل في اول غرزة دي، اول غرزة حشو هقفل فيها بمنزلقة. ولازم يتكون عندي 6 فراغات من ده، ادي 1 2 3 4 5 6. تاني سطر هندخل في الفراغ الاول ده نعمل منزلقة عشان اوصل للفراغ الاول ده واشتغل فيه. تمام، وهطلع ارتفاع سلسلتين وهشتغل في الفراغ ده 6 عمود بلفة. 1 2 3 4 5 6 كده. تمام، وهطلع ارتفاع سلسلتين وهدخل في غرزة الحشو اللي تحت دي، هعمل فيها غرزة حشو وادخل الفراغ اللي بعده على طول اعمل فيه 6 عمود بلف. وهطلع ارتفاع سلسلتين كده وهدخل في الحشو اللي تحتها اعمل غرزة حشو. يبقى انا بدخل في الفراغ ده بعمل بتلة عبارة عن 6 عمود بلفة سلسلتين وبدخل في الحشو بعمل حشو. هكمل السطر وارجع لكم تاني. انا كده خلصت السطر، عملت في كل فراغ 6 عمود بلفة سلسلتين وقفلت بحشو في غرزة الحشو اللي تحت. دلوقتي انا عملت اخر بتلة، هنا عملت 6 عمود وارتفاع سلسلتين وهدخل هنا في الغرزة الاخيرة دي اعمل حشو ومش هقفل بمنزلقة، مش هقفل ولا هعمل اي حاجة، هطلع ارتفاع سلسلة واحدة. تمام،
اللي عندي الست عمدان دول هدخل في نصهم كده، هعد ثلاثة وادخل من ورا كده كده بالإبرة من ورا، وعدي بيهم من تحت كده واسحب واعمل حشو. تمام كده، يعني بتني البتلة لقدام كده وبعدي ايه من نص العمدان وبدخل وبعمل حشو، وهطلع خمس سلاسل وهعد تلات عمدان، وهاجي في النص من ورا كده بالإبرة من ورا وانزل بيها لتحت، اعدي من ورا اسحب واعمل حشو. بعد ما دخلت حشو هنا هعمل خمس سلاسل. تمام، وهدخل كده بصوا هنا الست عمدان، هعد واحد اتنين تلاتة، هدخل بالإبرة من ورا كده وهنزل بيها لتحت كده واسحب واعمل غرزة حشو. انا كده عندي بتتكون الفراغات اللي هعمل فيها الأعمدة علشان اعمل الطبقة التانية. تمام، هطلع خمس سلاسل عندي تلات عمود، هدخل من ورا وهنزل بيها لتحت اسحب واطلع حشو. هكرر لحد ما اخلص الست بتلات. خمسة سلسلة اخر حاجة عندي هنا، عملت خمسة سلسلة هقفل بمنزلقة. هعد الاول بتلات عندي، ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، وهعمل دلوقتي الستة دي الخمس سلاسل، هدخل في اول غرزة حشو انا عملتها واعمل واقفل بمنزلقة. دلوقتي هطلع ارتفاع سلسلتين تمام. الاول قبل ما نكرر نفس السطر اللي فات، قبل ما اطلع الارتفاع هدخل في الفراغ، في اول فراغ هنا ده وهقفل منزلق. يبقى احنا هنا دخلنا في الفراغ ده وعملنا منزلقة، هطلع بقى اكرر نفس اللي عملته في الطبقة الاولى، هطلع ارتفاع سلسلتين بس هشتغل هنا في الفراغ ده تمانية عمود بلفة مش ستة. السطر اللي فات كنا بنشتغل ستة عمود بلفة، اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية، وهطلع ارتفاع سلسلتين وهدخل في غرزة الحشو اللي كنت بعملها في تحت، هدخل فيها غرزة حشو وهدخل في الفراغ اللي بعده على طول هعمل تمانية عمود بلفة، وهكرر لحد اخر السطر تمانية عمود بلفة سلسلتين حشو، تمانية عمود بلفة سلسلتين حشو، وهخلص السطر وارجع لكم تاني. انا هنا عملت في كل فراغ 8 اعمدة، تكونت عندي الطبقة الثانية. هاجي هنا في اخر بتلة هطلع ارتفاع سلسلتين وهقفل بغرزة منزلقة في اول غرزة انا عملتها، وهطلع سلسلة ارتفاع واسحب لفوق علشان اقفل على الشغل بتاعي. كده تكون تكونت الوردة هنا. سهل
سهلة جدا وشيك جدا، وممكن نعمل بيها نزين بيها الايس كاب. هي حجمها كبير شوية، لو حابين تصغروا الحجم بنصغر الخيط ونصغر الإبرة. عايزين نكبرها شوية، بس هي كده حجمها كويس. بنعمل بفتلة وسط، انا عملت هنا بفتلة رفيعة، ممكن تشتغلوها بخيط قطن. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك للقناة، ونشوفكم ان شاء الله على خير الفيديو الجاي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.